حسابكم الله. تقول في سؤالها قبل الأخير: والدي مشترك في تأمين صحي لدى إحدى شركات التأمين، يدفع لها مبلغا محددا في السنة مقابل أن الشركة تعطيه بطاقة لدخول بعض المستشفيات الخاصة مجانا، وتكون جميع مصاريف العلاج على الشركة بمساهمة بينها وبين جهة عمله في بعض ذلك المبلغ، فما الحكم في هذه الصورة أثابكم الله؟ التأمين بجميع أنواعه محرم، لأنه أكل للمال بالباطل ولما فيه من الغرض والجهالة والمخاطرة. الإنسان يتوكل على الله، وإذا حصل عليه مصيبة أو حصل عليه جائحة في ماله فإنه يستعين بالله عز وجل ويسدد ما الغرامة التي تلحقه لجناية أو غير ذلك، ولا يسددها من ماله ولا يأخذ من أموال الناس، لأن التأمين معناه أنك تأخذ من أموال الناس، وقد تكثر الغرامة فتأخذ أكثر مما تدفع بأضعاف. ما الذي يحل لك هذا؟ أموال الناس لا تحل إلا بطرق شرعية، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم.